بالنسبه للشباكيه الاسم ديالها غريوش واللون ديالها احمر، هذيك هي الشباكيه يعني. اما بالنسبه لهذيك عطوا لها غريوش ولا المخرقه، هذا هو الاسم ديالها. ما كتشوف راه لائحه الاسعار قبل حتى كلشي على فلوس شي بعينك كلشي باش نزيدوا في الاثمنه ورغم ذلك ما صافي خلينا الثمن هو علاش قلت لك بصراحه كنت دايز غير من هنايا انا والوالده ديالي وشفنا صراحه الشباكيه جاتنا في شكل على الشباكيات اللي كنشوفوا الاخرين. السلام عليكم، مرحبا بجريدة ديال لالا العروسة، مرحبا بكم عندنا مدينة فاس. بالنسبة للحلوى اللي كيميزها على الجميع على المدن الآخرين هي كما نقولوا بحال دابا الأصل ديالها، يعني حلوى الشباكية معروفة في مدينة فاس، فهمتيني؟ يعني هو فيما مشيت تقدر تلقاها جميع المدن، هو كيبقى الأصل ديالها، الأصل ديالها معروفة في مدينة فاس، يعني هي ولا البريوات ولا السيجار حلوى الفلالية يعني معروفة في مدينة فاس. ضروري الإنسان ملي كيجي لفاس خصو يدير باروك، هذه ضرورية منها. ضروري الانسان اللي كيحطها في الفطور كيحطها مع الحريره، يعني ضروري خاص تكون الشباكيه وبريوه والفلاليه، هادو ضروري في الطبله. حنايا معروفين المغاربه يعني الشهيوات الفاسيه كتكون عندنا في الطبله، بريوه دلوز كما كتشوف، بريوه نتاع كاوكا وكريوش نتاع الزنجلان، الحلوى الفلاليه، الخليع هذا حتى هو كنديروه في الفطور في المناسبات، يعني هادشي مسائل ضروريه كتكون في مدينه فاس. بالنسبه للشباكيه الاسم ديالها غريوش، يعني الشباكيه هي اللي تبات توريها الاخوان، هي اللي كيكون اللون ديالها احمر، هذيك هي الشباكيه يعني كتصوب بالمحقن ولا كيعطوا لها زلابيه. اما بالنسبه لهذيك كيعطوا لها غريوش ولا المخرقه، هذا هو الاسم ديالها. وحاليا يعني كلشي كيعيط لها الشباكيه، يعني صافي كتبقى سميه سهله الشباكيه. بالنسبه للاقبال السياحه الخارجيه الناس ديالنا هنايا يعني ما كيسالكوش عيني بزاف، يعني داكشي قليل الحمد لله، البركه مكثرش، ولكن البراني كما قلت قبيلتي يعني ملي كيجي للمدينه يعني خاصو يدير باروك، يعني معاهم كان صراحه كناكلو طريف الخبز من بعد هذه الجائحه اللي خرجت الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني دابا حاليا الحمد لله التجاره غاديه في تحسن، رغم الزياده راه مرتفعه الاسعار اللي واقع، يعني خاد المدن باش ندوي فيه الحمد لله على كل حال. المهم الله يدير المسك ديال الخير صافي. كما كتشوف راه لائحه الاسعار قبل كلشي على فلوس شي بعينك كلشي. اثمنا راه طرح جلسنا وتناقشنا على هذا الموضوع انا والناس والمسؤولين والحاجه المسائل ديال على حساب التجاره ملي الحانوت باش نزيدوا في الاثمنه، وهذه شي ثلاث المرات حنا كنتناقشوا في هذه المسائل هذه، ورغم ذلك ما صافي خلينا الثمن هو علاش انا عندي كليان يعني مولف كيديها بهذا الثمن، يعني حلوه كيديها ب 24 درهم فهمتيني، غادي يجي لها غادي يقول لك بشحال تقول له ولات ب 30 درهم مثلا ولا ب 35 ما يتقبلهاش، راه طبيعي الحال هذا بناقص، يعني الانسان يدري على يدو على قلبه كما كيقولوا، يعني غمض حنا واكلين الدقه يعني الطحينه ولا بثمن اخر زاد الزيت حتى كذلك والمثال زادت، يعني بزاف ديال المسائل اللي تزادت. المهم الحمد لله قليل ومداوم وكما كيقولوا ولا كثر مقطوع، يعني كنديو ديك البركه قليله الحمد لله وشكرا عليها. سيدي الله شي مسك ديال الخير ويشوفوا بحالنا هاد المسؤولين هكا ونقصوا لنا هذا الشيء اللي واقع، هذا هو اللي كاين. وي بالنسبه للخليع كما كتشوف كما شرحت للكليان قبيلاتي، كاين خليع فيه انواع وانواع، كاين تقريبا مخفضه كتب اربعه الانواع، كاين العادي فيه جوج ديال الانواع، كاين اللحم ديال البقره وكاين اللحم ديال العجل، هذه حاجه باينه البقره والعجل، يعني الاختلاف اللي كيكون بيناتهم في المضغه ديال اللحم. وي البقره كتكون شويه اللحم ديالها شاده راسها، على العجل كتكون الحمد لله فتيه بزاف، يعني هذا هو لا ديفيرونس اللي كيكون على حسب المضغه ديال اللحم، هذا العادي اللي كيتقداو الناس. ومن بعد كيبان ديال الريجيم، يعني كاين اللي كيبغي الخليعه نتاع الريجيم، يعني زيد العود، هذا كاين اللحم ديال العجل مفوره والزيت ديال العود، لا اقل ولا اكثر، ما فيه لا ملح لا شي حاجه، هذا صحاب الريجيم. خلاص ديال اللي هدويت عليه في الاول نتاع العادي نتاع الشحمه، هذاك فيه الشحمه ديال البقره والعجل فيه الشحمه، اما هذا ديال الريجيم ما فيهش الشحمه، فيه اللحمه مفوره والزيت. الاخر كنطيبوه. ومن بعد كيجي اللحم ديال الجمل، حتى الجمل كنديروه كاين الجمل.
واللحم البقره كما قلت لكم والعجل والريجيم والجمل واكريش، اكريش خلاص راه باين اكريش باش كيصبوا الرغايف، هو داك البقايا ديال الخليع، يعني ملي كنخلعوا كيبقاو داك الطريفات في قاع الطنجير، حنا كنقولوا الطنجير، داك المكان فاش كيتخلع، قاع الطنجير كيبقى داك الطريفات الصغيرين ديال اللحم مع زائد كنديروا شويه ديال الشرموله وشويه ديال الشحمه من الفوق، هذا باش كيعمروا الرغايف ولا باش كيفطروا مع البيض، هو صراحه الفطور مع البيض. بالنسبه للخليع، الخليع لا، الخليع اما الفطور اما الطواجن، جوج الحوايج. الرغايف ما صالحش، والعكس ديال الاكريش الرغايف والفطور، عاوتاني الطواجن ما صالحش، هو هذا. بالنسبه ملي كيجي شي انسان من شي مدينه اخرى كيجي لفاس، اول حاجه يعني كيدي الباروك، كيقولوا له حنا الباروك، كيدي الباروك يعني كيدي النوكا ديال مولاي ادريس، ملي كيهبط المولاي ادريس ديالو كيتقداها، يعني باش كيتسمى راجع لواحد المدينه، يعني دا منها الزياره، وكيقلب على الشباكيه في المكان، ضروري يدي بريوات نتاع اللوز ولا نتاع الكاكاو، المهم بريوات الفيلاليه معروفه في فاس، حتى هي خصو يديها، حيت كاينه هذه في فاس ومكناس، جوج المدن، يعني المدن الاخرى ما كتدارش فيهم ما كيعرفوهاش، غير لا جاو لفاس ومكناس عاد كيعرفوها. والشباكيه والمخرقه هذو ضروري الانسان كيجي لفاس كيديهم، وسلو مسائل ديك الساعات على حسب الاستطاعه ديال الانسان الخلايا الى اخره. شكرا للجريده ديال لاله العروسه، ومرحبا بكم عندنا هنايا في مدينه فاس. بصراحه كنت دايز غير من هنايا انا والوالده ديالي، وشفنا صراحه الشباكيه جاتنا في شكل على الشباكيات اللي كنشوفوا الاخرين، وجينا ودخلنا لهذا المحل هذا ولقينا بزاف ديال الانواع، يعني انا اللي ما كنتش عارفهم انا شخصيا، فهمتي فيها الزنجلان فيها اللوز، كاين بزاف فهمتي، بطبيعه الحال الاثمنه كتختلف، ولكن بصراحه جينا بحال نقولوا لا ميك ديال الشباكيه، يعني بحال ما عرفتش واش التعبير يصلح ولا لا، ولكن بحال المعقل ديالها، وصراحه لا في المذاق لا في كل شيء كاين اختلاف فهمتي. انا اللي ذقت بزاف ديال الشباكيات، كاين اللي كاين اللي كتكون راك عارف على حسب الزيت، على حسب العسل اللي فيها، على حسب شحال في مقليه الى اخره. مجله لالا العروسه، اخبار حصريه بجوده عاليه. لا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الأخبار.